صافرة البداية افتتح المغربي صلاح الدين عقال النتيجة للحسم بتسجيله للهدف الأول قبل أن يعود اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67 فوز أبقى الحزم تاسعا بتسعة عشرة نقطة. وتغلب الفتح على مضيف القادسية بهدف دون رد هدف سجله التونسي رمزي بن يونس في الدقيقة 53 وبه أصبح الفتح سابعا بإحدى وعشرين نقطة. وحقق نجران فوزا مهما على ضيفه الأهلي بهدفين لهدف ديباي لونغا افتتح تسجيل لنجران الحادي عشر في الدقيقة 37 وأضاف الحسن يامي الهدف الثاني للمضيف في الدقيقة 55 بينما سجل الأهلي هدفه الوحيد بإمضاء حسن الراهب في الدقيقة 71